يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن ما قام به المؤلف من تقسيم التوحيد من قوله إن التوحيد له قشران، لأن هذا التقسيم فيه نظر، فما التقسيم؟ التقسيم ما فيه نظر، التقسيم في قوله إن توحيد العامة إنه قشر، ليس قشرا، توحيد العامة صحيح وإن كان مجملا. نعم، العامة على حق وعلى دين عامة المسلمين. أجل تبون تكفرون العوام الآن؟ ما هو صحيح. نعم.